عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شايفين منظر الأوضة يا جماعة عاملين ازاي؟ بصوا احنا الأول دلوقتي الأول ازيكم منورة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. ايه رأيكم احنا دلوقتي عايزين نعمل روتين كده، هننظف الأوضة ديت. شايفين الولاد عملوها ازاي؟ عايزين ننظفها. بصوا هي كده قبل بقى عشان أوريكم بقى المنظر على الطبيعة. شايفين عاملين ازاي؟ هنبدأ نروق بقى في الأوضة دي ونمسحها وننظفها ونلم السجاد ونلم الفرشة دي كلها. أوريكم دلوقتي هنعمل ايه. يلا نبدأ. قومي بقى تشجعي، وعايزين نخليها تبرق. يلا اهو شلنا الملاية شلنا الملاية اهي الأولانية والمفرش اللي كان عليها، ودي دي ملاية جديدة نظيفة نظيفة. بصوا هنبدأ نفرشها بقى. ريحتها بصوا جميلة شايفين جدا. الملاية بتبقى جواها كل حاجة. بصوا ما تقعدوش الملاية جواها المخدات الصغيرة والكبيرة وكل حاجة اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نفرشها، هنشيل كده الحاجات الوسخة كده. بصوا انا بشيل الحاجات الوسخة كده اهو. بصوا زي ما احنا زي ما انتوا شايفين انا فرشت الملايه اهو، انا فرشت الملايه. هفرش لها مفرش عليها اهو، المفرش ده هنفرش المفرش ده عليها عشان بس العيال تقعد تلعب عليها وما تتزحلقش. هنفرشه كده ونرجع لكم تاني اهو. زي ما انتوا شايفين معانا فرشنا الملايه والسرير اهو، فرشناهم بالشكل ده. دي كسوة تانية، أنا بفضل الكسوة التانية بروح فرشها مثلا جنب ال على الكومودينو اللي هي جنب السرير. عايزين بقى نلم السجادة ونمسح الأرض وننفض السجادة مع بعض. أهي السجادة لمتها أهو، لمتها. هاخدها بقى أنفضها، هاخدها أنفضها، والحاجات دي كلها هنطلعها نغسلها أهي. دي هنحطهم في الغسالة، دي الملاية والحاجة القديمة هنحطها في الغسالة. هنشيل السجادة دلوقتي دي وننفضها اهو. خدنا الهدوم دي، هنشيل الغسيل ده كله هنحطه في الغسالة. ندخله على الغسالة. زي ما قلت لكم يا جماعه غساله يونيون اير دي اوعى حد يجيبها، اي حاجه من منتجات يونيون اير محدش يجيبها خالص ولا يتعامل معاها. اهو بره انا طلعت بره اهو السجاده، حطيتها هنا اهو على السور بتاع السلم. بص الدنيا هنا ظلمه بالليل. هنفضها تاخد تنفيضه حلوه كده، وبعد كده هدخلها تاني. نفضت السجاده كويس قوي جبتها اهو. طبعا بره هيبقى قدام المكان قدام الباب، عايزين بقى نمسحه عشان طبعا لما نفضت السجاده جيت له كتير. شايفين اهي هنجبت الازازه بتاعت الكومودينو وغسلتها ونضفتها، بس نخلي بالنا احسن تتكسر من كاتيا نور. هجيب الجردل، اهو اتحطيت فيه ميه، هحط فيه ديتول اهو. الديتول دوت ريحته جميله قوي، ريحته بالليمون. هجيبه سايب الجيركن اهو، الجيركن مليان، هجيبه بالكيلو. هاخد المساحه واطلع نمسح ال ناخد المساحه ونطلع نغسل نمسح ال قدام الباب مكان السجاده ما عملناها ايه. شايفين الارض عامله ازاي؟ طبعا اول مره تبقى وسخه بالمنظر ده، مش نظيفة اهي. الاول هنجيب المقشة الاول نكنس الاول الارضية اهو. كنسنا الاول الارضية بالمقشة كلها، خلصنا كنسناها. وانا اهو بصوا بغسل الارض، جبت حته سلكة وصابون وهنغسل الارضيه اللي هي مش نظيفه، هغسلها كلها يعني. وادي الميه اللي بالديتول
هدلقها كلها. هنبدأ نغسلها اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا نضفناها طبعا اهي بقت تحفة. كنسناها الاول وبعد كده مسحناها ونضفناها. دلوقتي هنمسح الباب. اهي الارضية بصوا اتمسحت وبقت زي الفل اهي. هنسيبها تنشف وبعد كده نرجع صندوق اللي حاطين فيه الكوتشيات والجزم والشباشب، ودي المشاية هنفرشها بقى مكانها ونبدأ ندخل جوه نشوف هنعمل ايه تاني. هنبدأ نكنس الأرضية بقى، هنكنس الأرضية كويس وبعد كده نبدأ نمسح. اهو معانا زي ما انتوا شايفين اهي الأرضية كلها نضفناها. ده بصوا قد ايه، مع اني بنضفها على طول باستمرار. شايفين شايفين اهو نضفناها كلها، كنسناها كلها الارضية. هنبدأ نجيب المية ونمسح. اهو لميت شوية الزبالة اللي احنا كنسناهم من الاوضة اهوت بالمكنسة بالجاروف والمقشة الصغيرة، وغسلت الباسكت بتاع الاوضة اهي غسلناه. وهنبدأ بقى عايزين ننظف بقى كل ده. شايفين عامل ازاي؟ يلا هنبدا نمسح بقى الارضيه بعد ما حطينا الدخول اهو اهي. طبعا الريحه تحفه، الريحه جميله. الديتول دوت بالليمون انت بتجيبيه من عند بتاع المستلزمات التنظيف اللي بيبيع صابون، لو بينظف الارض جامد. بصوا بتلمع ازاي، بص الارضيه بقت تلمع اهو. بصوا احنا غيرنا الميه وكل حاجه، يعني انا مليت ميه نظيفه وغسلت الشرشوبه. بصوا هي نظيفه ازاي الشرشوبه اهي. وزي ما انتوا شايفين اهو بننظف الارضيه كويس قوي كده بننظفها. وتيرانها طبعا هي معهاش غير تفتح في الاضراب وتلم وتطلع وتبهدل، مش قاعده على بعضها. بصوا بصوا تبهدل ازاي. اهو نزلنا الستاره سويناها، هنلم بقى الملايه ونشغل على دوره غسيل الملايه والحاجه اللي احنا طلعناها اللي احنا لميناها اهي. هنشغل عليهم اهي. خلي الميه على حاجه ونحط اريال. حطينا الاريال خلاص. وده الحمام اللي في الأوضة. بص نضفناه اهو، نضفناه لحد ما الأرضية تنشف. هندخل كده، أنا كنت مصبنة شوية مواعين اهي، كنت مصبناهم وسايباهم لما يتصفوا اهو. هنصت في المواعين دي كلها، هنصت في المواعين هستفهم، وبعد كده تكون الارضيه نشفت ندخل نفرش الفرشه بتاعه الارض. هبدا املى الازايز ديت. شايفين الازايز قد ايه الفاضيه، كل الازايز دي هبدا املاها لحد ما الغساله تخلص سحب ميه. نغسل دي بالمره كمان، دي بتاعه التوابل هننضفها ونغسلها اهي. ونملى الازايز الميه، افتح الفلتر.
اهوت يا جماعة بدأت خلاص ملينا المية كلها، وست رنا عمالة تزن اهو شايلينها. شايلينها اهي. غسلنا بقى دي. ده مايونيز كنا جايبينه النهارده، مايونيز بالثوم اهو. فاضل لنا بقى شويه المواعين دول، ودي اهي، دي انا جايباها عشان احطها مكان دي مكان دي. بس تخيلوا بقى ايه اللي حصل، الصدمه الكبرى بقى. بصيت لقيت دي اللي هي الازايز دي، بصوا مش داخلة هنا خالص، مش راضية تدخل، مع اني زعلت اوي. اللي عنده فكرة نعمل ايه بقى، يا ترى ايه حلها؟ دي شايفين عاملة ازاي، صور كانت هتبقى احلى من دي كذا 100 مرة. عايزة انقل دي هنا، حد بقى عنده فكرة نعمل ايه عشان نخلي الازايز دي تدخل هنا اهي؟ شايفين مش داخلة خالص اهي. اللي عنده فكرة يقولي، لان دي شكلها احلى 100 مرة من دي. خلاص خلصنا مني الازايز كلها، هنقفل الفلتر بقى اهو. بصوا فرشنا يا جماعة السجادة اهي، الارض طبعا نشفت، والريحة خرافة تحفة، الريحة تحفة جامد. شايفين بقى هنعمل ايه بقى، يوسف هيرفع معايا الكومودينا دي، واحمد هيرفع معايا، وهنرفعها عشان ندخل السجاده من تحت اهو. دخلناها ظبطناها خالص اهي اهو. حطينا هنا بقى المصليه والخمار اللي بنصلي بيه اهو. وادي الاوضه نضفناها. بصوا بقى الخرطوم بتاع التكييف دوت شكله مش حلو، ايه رايكم لو حطيناه من ورا كده ونطلع؟ انا عايزه اجيب له كام متر، حوالي 6 متر كده، ونوصله ناحيه الحمام، يبقى من ورا كده اهو. هنرجع الخرطوم من ورا وادي يا جماعه الاوضه بعد ما خلصناها ونضفناها، هنرش بقى المعطر اهو. المعطر ده بريحه التوت تحفه طبعا اهو، ريحه الاوضه بقت خرافه وجميله. طبعا رنا ديت اهم حاجه، السلكه اللي عايزه تلعب فيها بتاعت الشاشه بتاعت المكوى. هو خلصنا الأوضة، ايه رأيكم فيها بقى يا جماعة؟ شايفين الإضاءة دي، ايه رأيكم فيها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.